وغيث النعت للناس عن الصحراء عنهم ما هم شهاد، غير ما يوظفوا ثقافتهم وعلمهم ما يوظفوا وما يتشدقوا به اللي منهم يعرف. تفقد الساحة الثقافية قامة أدبية صحراوية تحمل عبق التاريخ وتجسد ذاكرة ثقافية تشع بالحياة والعطاء. سيداتي وللسلامي صرح من صروح الأدب والعلم والفكر يمتد بإبداعه عاليا ويغوص في ثنايا الأدب الشعبي عميقا، حفظا ورواية وإمتاعا وعطاء لا ينقطع. إنه الأديب الذي لا يزيده الحديث عنه إلا ندارة، لأنه يستقر في كينونة الأصدقاء والمعارف والأهل والمريدين نبعا دافقا بكل ما هو جميل وجليل ومفيد. تغمد الله برحمته الواسعة الأديب سيداتي السلامي الذي لم يبخل بعطائه المعرفي على الطلبة والباحثين وكل الذين قصدوه، واحد من المتميزين في الإعلام وفي الأدب وفي الثقافة. سيداتي في حد ذاته ينطبع عليه قول الشاعر: صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخيم. وفي حد ذاته إنسان يعني فاضل المحترم والسلامي، سيدات السلامي وواحد من أولاد بسبع بالنسبة للقبلية. بوه معروف السلامي كان تاجر كبير هنا بين مقرين والعيون، وهو أخواله من هذا الشيخ ملعينين، جد الشيخ ملعينين عزري في ديرك، وإنسان فاضل ومحترم. وبالنسبة للجانب الحقوقي أنا علاقتي به ما 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 ما, ما عندي بذلك العلاقة الكبيرة، عندي به علاقة واحترمني نحترم ونذاكر معه. من اللي يكون مثلا يعني داخل في جماعة والله شي يتكلم لك على العموميات، يتكلم لك مثلا يعني للتاريخ، يتكلم لك على بعض النكت ومحب للنكت، ولكن يكون معهم اللي صديق ويبين لك الجانب دياله، وإنسان يعني حقيقة يبقي الخيال الإنساني. أنا ما حلت ورطة حالت، لأنه إنسان ضد الظلم، لأنه يعني يبقي الخيال للناس كاملة، يبقي الحرية، يبقى الديمقراطية، يبقى المساواة بين 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 العائلات وبين الأفراد وبين الأفراد والدولة. يكفي الإنسان مثلا ولو أنه يعني مكفوف، لكن عمله الله بعد الذكاء يعجز الفكر البشري عن وصفه. هنا أرجع إلى المرحوم الشيخ سيداتي وللسلام ودي الحبيب، عرفته منذ 1964، عرفته رجلا كريما مثقفا ذا خلوق حسن، له معرفة واسعة لا يتوفر عند كثير من الناس، رجل يملك ثقافة عارمة، ثقافة عامة عن الصحراء خاصة، ثقافة عامة إسلامية وأدبية، شاعر راوية فقيه كريم. نعرفه عندي معاه ياسر من الصداقة، ياسر المعاملات، ونعرف رحمة الله عنه عليه هو صديق الناس كاملة وخو الناس كاملة، ولا عنده مشكلة مع حد. وبالنسبة للمغرب اللي بعلمي عن حبس المغرب من 87 إلى 91، انطلص مع الحابس اللي كانوا في العيون هنا، احنا انطلصنا احنا بالعفو الملكي 91 انطلصوا معنا هما، وجابرنا مولي عاقب مجينا من الحبس، وشينا كانين في المسار الحقوقي مشى معانا فيه، وكان راجل عاقل متزن يوزن أعماله وكلامه ومحبوب من طرف الجميع ولا عنده مشكلة مع حد، وعائلته عائلة كريمة، وابوه كان راجل كريم، وابوه كان داره مفتوحة بالعيون مفتوحة بدير المقرين، وكان راجل ابوه كان راجل مضياف هو كذلك الله يرحمه، نعرف فيها دار خير مشاهدنا اللي معارفنا. سيدات السلام رحمه الله كان في حياته وعلى امتداد أزين من ثمانات عقود من الزمن كان بالفعل ظاهرة ثقافية في مجتمع البيضان، بل أنه كان فريد زمانه بشهادة الجميع مؤيديه وخصومه. لهذا ومع كامل الأسف يبقى المتضرر الكبير من فقدان سيدات السلامي
هو الثقافة والتراث الحسان عموما، نظرا للعطاء والإنجازات الكبيرة التي أسداها هذا العلم ثقافة البيضان. وكان بكل صدق السفير الصادق والوفي لهذا التراث بكل جدارة واستحقاق. وختاما أقول، منين مشى ورحل عنا سيداتي السلامي والله اللي يتم بعد خلع عنا الأدب والتراث معاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في الحقيقة أخي منير، فإن سيداتي السلامي رحمه الله كان هرما من الأهرامات الأدبية الكبيرة في الصحراء، بل كان مرجعا أدبيا يعود له الطلبة الباحثين في جميع بحوثهم، وكان يضرب به المثل في فن الحكاية، بل كان سيداتي السلامي رحمه الله هو المرجع الأساس لكل صنوف أو أصناف الأدب الحساني بما فيها شعرا ونثرا. سيداتي السلامي عرفته عن قرب خلال النسختين الماضيتين لمهرجان تويزقي للرحال، إنسانا حنونا شغوفا بالأدب، بل والغريب في الجلسات الممتعة التي قضيناها مع هذا الهرم الكبير هو أنه لا يكاد يسمع مثلا أو بيتا أو قصيدة في أي صنف من أصناف الأدب الحساني إلا ويقوم بتسجيلها.